فكره الجاليري بس هي انا افتتحت المكان من سنتين، بس الفكره ابتديت اشتغل عليها من 6 سنين. كنا اونلاين، ابتديت اشتغل بس سلاسل هاند ميد لانه كان في سلسله عجباني جدا بس ما كانتش موجوده غير على امازون، فحبيت ان انا اصنعها بنفسي لانها كانت غاليه جدا. فابتديت انزل ادور على خامات وقعدت بالشهور تقريبا وبوظت حاجات وحاجات طلعت كويسه لحد ما البيج ابتدت تتعرف والناس حبتها، لانه السلاسل كانت مش منتشره ساعتها. يمكن دلوقتي بقت موجوده كتير بس زمان ما كانش في حد بيعملها الا قليل جدا. فالبيج ابتدت تتعرف واحده واحده، وابتديت ادخل انتيكات وعرايس ومنتجات لديزني لان انا من عشاق ديزني. فالفانز بتوع البيج ابتدوا يكبروا اكتر واكتر، وما بقوا حاسين ان المكان ده حاجه مميزه. فبعدها حبيت ان انا يبقى ليا مكان على ارض الواقع، يعني لانه حسيت ان الناس هتتبسط اكتر لو في مكان بيضم كل الحاجات دي. وطبعا الديكور والتصميمات تبقى برضو على الطراز القديم. او ساعات كتير بنعمل ايفنتس بتبقى مثلا في الهالوين او الكريسماس، يعني في الهالوين على طول بنعمل ديكوريشن لهاري بوتر لان انا بحبه جدا، فبعمل كل الديكور على الشكل والنظام ده عشان برضو في ناس كتير قوي في مصر بتحبه ومش بتلاقي حاجته باستمرار، فبحاول ان انا اوفر حاجات كتير ليه. والسنه دي المميز ان احنا ابتدينا نصنع الروب بتاع هاري بوتر بنفسنا، لانه المستورد ساعات بتبقى خامته مش قد كده، الماتيريال بتبقى ضعيفه شويه وكمان بيبقى غالي، فحبينا ان احنا نصنعه هنا بماتيريال كويسه وباسمنا. الجاليري هنا مش مجرد مكان بيبيع هدايا بس، لا احنا كمان في ناس تيجي تتصور هنا كتير، لانه الديكور طبعا يعني مدي الطراز القديم الخمسيناتي والفيكتوريان، فكمان ان احنا بنخلي ناس تستخدم الشبهات والجوانتيات في التصوير والفساتين، في فساتين بنفصلها وبنعرضها للناس تقدر ان هي تتصور بيها هنا. من اكتر الحاجات اللي كانت ترند عندنا كانت فوانيس رمضان، يعني كان شيء غير متوقع بالنسبه لنا في الاول لاننا عملنا كميه صغيره قوي وكانت كلها هاند ميد، بس بعد كده كان في اقبال رهيب عليها والناس حبتها جدا وبقت ترند في كل البيجات وناس كتير قوي اتكلمت عنها. فطبعا لما تاني سنه انتشرت وتقلدت وتعمل منها ديزاينات سيئه جدا، عملنا احنا ديزاينات جديده وبرده عجبت الناس وكان عليها اقبال كبير جدا، وان شاء الله السنه الجايه برده هنعمل حاجات احلى. احنا هنا بنشتغل يعني مامتي واخويا وجوزي وانا، احنا اللي بنقوم بكل حاجه هنا في الجاليري، سواء من ديكور او من منتجات او من تصوير. انا اللي بصور المنتجات كلها وانا اللي بعمل ايديت للصور وكل حاجه، يعني مفيش حد، يعني بنحاول نعمل كل حاجه بنفسنا. الجاليري فيرمينا، هي فيرمينا معناها القويه، هو اسم كان من روايه الحب في زمن الكوليرا، اسم البنت بس شدني عجبني حسيته كده يعني مميز، وسميت بنتي برضو على نفس الاسم. لما سافرت ألمانيا الموضوع ده كان لي يعني عامل كبير قوي في تشكيل شخصيتي. أنا من زمان من وأنا صغيرة بحب أميرات ديزني والفساتين والحاجات القديمة، بس لما سافرت كنت ساعتها في إعدادي لحد ثانوي، كان في قصر هناك جنب البيت دايما كنت بحب أروحه، ودخلته في مرة انبهرت بكل حاجة جوه، لوحات وسقف عالي وشبابيك، يعني حسيت إن أنا يعني مش مكاني المناسب في العالم ده، انا حابه ان انا اعيش هنا. فحرفيا كنت 3 سنين مستمره انا كنت بروح يوميا القصر ده، فالموضوع مشكل جوايا حاجه كده ان انا حبيت ان انا يعني اشتغل في مجال زي ده او ارجع الناس للشيء زي ده. انا في الجاليري حابه ان انا اضيف ان انا اعمل ازياء وحاجات تنكريه. انا بدات دلوقتي بهاري بوتر بس حابه ان انا اكمل اميرات ديزني، وكمان اعمل فساتين بقى قديمه فعلا وتبقى للتصوير او الازياء التنكريه عموما، وكمان ازياء الحياه اليوميه عادي الناس تقدر تلبسها وتبقى مناسبه. وكمان لان انا عاشقه للقهوه يعني، فحابه ان انا اعمل جزء من الجاليري يبقى كافيه خمسيناتي كده على الطراز القديم بقى، والحاجات يبقى شكلها لطيف وكيوت.
هير نيوز، أخبارها كلها عندنا.